مسرح الجنينة بحديقة الأزهر أقيمت حفلة للفنانة الجزائرية كريمة نايت. كريمة نايت مغنية، راقصة وممثلة، فنانة متعددة المواهب بتتمتع بجماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم. كريمة غنت بالعربي واللكنة الجزائرية والفرنسية، بس المزيكا كان ليها دور كبير جدا في توحيد كل اللغات دي، وقدرت انها تشد انتباه واستماع الجمهور بأدائها البسيط. تم تكريمها في السويد عن أول ألبوم ليها ماذا بعد، بس قررت ترجع مصر تاني عشان تنشر موهبتها من قلب القاهرة. اخترت مصر في الأول كتجربة في دار الأوبرا المصرية لأنه كنت هناك وقدمت عروض كتير في دار الأوبرا المصرية، ولما سبت مصر في 2007 عشان يتعرف الفنان بيبقى زي الرحال يعني من منطقة لتانية، فندهولي في يوروب وبالأخص في سويسرا، ومن سويسرا للسويد، ومن السويد جت تجربة الألبوم ده فعملتها خطها وأهو. فدلوقتي النهاردة رجعت عندكم عشان أقدم الألبوم ده، وأنا مبسوطة جدا ومبسوطة جدا. الجمهور كان كمان عارف الأغاني يعني عارفة عن طريق اليوتيوب ففيف الانترنت يعني. حضر الحفلة جمهور أغلبه أول مرة يشوفها وقالوا رأيهم في كريمة بصراحة. طبعا جميل جدا جدا أن يبقى في مذاق مختلف في الشعوب العربية يعني، فحلو جدا جدا أن يبقى في فن جزائري، وأتمنى المرة الجاية هيبقى في فن لبناني، وحلو قوي أن الشعوب العربية تتذوق فنون بعضها يعني. كريمة وزيها عدد قليل مش كتير خالص في العالم العربي يعني، في المزيكا وفي الصوت، حتى لو كان بعض الكلام مش مفهوم، بس أهم حاجة بالنسبة لي المزيكا هي اللي بتطلع الروح اللي جواك يعني. حفلة جميلة جدا، مزيكا هايلة، التوزيع والألحان جميلة جدا، الكلمات يعني انا انبسطت، انا بجد انبسطت وانا غني يعني. عجبتني الحفله على الاخر، انا ما نعرفهاش قبل وجيت نكتشف فيها اليوم، خاطر هي جزائريه دونك ياسر عجبني ستيل نتاعها، اللوك نتاعها، اللبسه نتاعها، الاغنيه نتاعها، الميوزك، اللايكس، ايفريثينغ، سو ياسر عجبتني. كريمه نايت لذيذه، عندها حضور رهيب، بسيطه جدا، تشدك من اول ما انت تقعد لغايه اخر حفله. انا اول حفله دي بصراحه احضرها، بس انا مش ناوي افوت لاي حفله تاني. مصطفى أغا، انت حر.